الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على محمد عبد الله ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إلهي سبحانه وتعالى وحينا أبو ري إنين وعابدنا إنتين ونولنا هاي ربنا سبحانه وتعالى أمر كيسا إن قاد النوح وحكرو إلهي سبحانه وتعالى إن قوات شبيي إنين وشوكتين نوح كامر قاد الشد ربيا دعتان كيسا كرغن كامل لدي الدين تا إلهي سبحانه وتعالى إن قسر دي بي نبي جاني محمد عليه الصلاة والسلام قفك مسلم كاهين وشوكتين عبادات كي أعماش صالحة وناكسا إلهي أدوين إساس هاي آخرة ونقون إساء وحي الله ذا هاي مراد وقالي ونفعي قود وبدنيا هاي في الدنيا والآخرة الدنيا ذا انتو تشوقي آخرة مرك إلهي اللهر قيبا مراها سوى حكم ذا زيادة الإيمان قفك إيمان كيسوينو كردو أو زيادة كروكع وحي نوكسون هاي وعقيدة ذا حقا قفك إيمان كيسو إنو كردو تاسنا أسباب بيلي دهي إنو نقصاموه سودعو تاسنا الرماية كينا الرماها إيمان كزيادية وحاوا وين إنو قفك السمائية وحي إلهي وچعلي هاي وإلهي سبحانه وتعالى ودويني عمل كستو أولا أكسن وادونكو السمائية سقو إلهي كامر قادنا يا. إيمان كيسو كردو عمل كاسي انت اولاقي هاي ايا كرر كيمان كيسون اولاك هذا وناقو قفك وناك لا يوجد خير كنا قفك خير بقانونيا والذين اهتدوا زادهم هدى وحول الشداد رحمه الله تعالى اذا رأيت الرجل في طاعة الله فاعلم ان عنده اخواتها هذا رك توقف سمين اياه وحو إلهي كوا ديعيو كقامر قادن أيو واحدو قاتا كوا كلو وناكسا وناك قاسي لولا على أيو السمعية وناك قنو هدى السمعين يوحى السببي وناكوه الرئيو السمعي أبا المرينة إلهي باري تاسي كمتاي وإذا رأيت رجل في معصية الله فاعلم أن عنده أخواتها هذا رك توقف معصية السمعين أيو واحد وقاتا معسيوين كلانين السمعيو هاو قرصونا دانا مهام وچستو ويقفك ينو معسيا السمعيا وعقاب إلهي سبحانه وتعالى وكو عقاب ايو معسيا كوه الرئيس السمعي وناقيد ويتر ماوانا يسويا دان معاسيدا يحمانوهن واسيدا سيو كلام أيها المسلمون عباد الله مراها اللباد لغا فايدة چوكتين تعامل كواناكسن يا طاعاتك يا خيرك والبعد عن الغفلة عن الله وعن دار الآخرة قفك مركان السمين هين طاعاتك يا عباداتك خيرك يا عماش صالحة هين حالة دا سوح كتيرا موقنان يا دوهنان إلهي سبحانه وتعالى وكدوهن يكسي تشيدو يا دار تآخرة وقفك السقيسة غفلة دوهن موقنان تنو عاصية وقفك إنو قالوا حالة إلهي إلا بي دار تأخير سوغي سنو إلا بي قيردين آنو حصوصنين وحالة آدو حنو إلهي ودلعي يدا يدد كيدبا وانا أرين صوابتا خسارة هي هلاقة الدنيا يا خربا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين إلهي سبحانه وتعالى وحيري ربي قاحس أدقو اسم قشيري سيقو شعي كتير تنادو إلهي وحصي حس قاد إلهي وحصي سيد دعادة يبريضنا أدو هاسو ديقانا يوددك كلان مقشين هين كورنا نقاد هين قلن كوريا قلن كالدنبابة إلهي حس ولا تكون من الغافلين كو إلهي موقن سبحانه وتعالى إلا وسنين حسين هكم من دقونين
كواسي حالة دود وحالة حنوهي أردالي عيسان الدون كوينو تشوكت هي عباداتك عباداتك أردامي وحس إلهي من قلبي قلق السمائية من لغو قولي من ذي حبنوك دقاقان حنونك نوع عاسية غفلة اللي راه دو أي يدو وقتاي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحوين الشاقة قف كوينو كتق عباداتك يا عماش صالحة يا طاعاتك إن السبب وطهي غفلة هي موقنانت إلهي وموقنادو قيريدة وموقنادو دار الآخرين وموقنادو وحكالو تاك سورجيت كذا رسولك ينوشاقي أن المداومة على طاعات تبعد العبد عن الغفلة شوكتين تادونكو شوكتين طاعاتك يا عباداتك يا خيركو إن أدونك كفو قيسو غفلة حنونك حن إي موقنانت لرادو فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم وليكونن من الغافلين رقع صلاة الجمعة منهين وعذر دار لان كهريا أرنت ويدين دون أنبو الرسول عليه الصلاة والسلام هدى يدين وايان وجمعة لان تهي سيدة وصي ودان إلهي با قلبي قود الدبولي دونا أو مورقرين دونا ومن خيرك إيا وناك إيا إيمانك كقفلان وانا إقلين كدق دونا ولا يكونن من الغافلين سيدا يوغتك يان عبادة دا قالي يا صلاة الجمعة وحيكو بيري دونا ليس كوا غافلين تاه إلهي سبحانه وتعالى موقن إيا دار الآخرة وصلاة الجمعة ويكتغين أيا وحيكو درتي في قائمة الغافلين ليس كايكو قريهين ضدك خيرك إيا وناك موقن مقابل كذلك سورجات كذا وحر الرسول سابو داود وري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين قف كهبين كي طبان آيات وضع قرآن كم إذا سلاة الليل كنت كذا وطبان آيات وضع قرآن وحو كقبت بادا عبادة يا خير كاو سمايي غفلة دا أيو كقبت بادا وقف بينك عبادة استوى إلى يحصيب النقطة ومن قام بمئة آية كتب من القانتين كبقول آيات كنت كدنا وحلق لي ليس كقوة عبادة هي خشوع بدن إلى سبحانه وتعالى مر بحصوصا أيها المسلمون عباد الله مراه صدحات يتوقتين عبادة هي خير كفر لي السنة بلقى قوستا ومحبة الله للعبد وإلهي أدون كي نتشعل هذا هذا أدون كي إلهي وإلهي وكو أبوري وربي سبحانه وتعالى وكو أرزاقه ونعم كي ساد كنو شاي هذه تاسيه كو قدر سنتو إنو إلهي كو تشعل هذا سبحانه وتعالى وارنا دياد قالي وآ أرنتنا إنو كاد الله إنو أتشوكتين تعبادات كي خيركم وحيصاب نغطاء إنو إلهي أدون كي تشعل هذا حديث القدس قوري البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحر رسولك إلهي وحيري ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه أدوان كيغو كمسوليو مركو فر الذي قتي إنو إنتا كدرو إنو سمية سنيال عبادات سناء ذكر سناء قراءة قرآن سناء دعاء سناء صوم سناء صلاة سنة صدقة سنة إلا سيدو الصمين يا سنة يا شامر كذا بان تعالى دب ولا إله سبحانه وتعالى إلهي بقفك عبادات كسنة وتشوكتين يا كتش علانية مرك إلهي وتش علانا أبا المرين توم حين قرصة إلهي باو إلى علينا يا مقل كيسة أرجيسة قعميه سيلوجيس من نبى إلهي كعاصي ما يأمر كيسة كخلاف ما ي إلهي باكرنجي مستجاب الدعوة مد إلهي مركو بريه إلهي سبحانه وتعالى بريه دو كاقبله إلهي هدو كما قنقل الشر يدي باطو فلان أيوه إلهي با كما قنقلين أيه هدو إلهي سبحانه وتعالى كالمه ويديستو يقرقار يقرمت إلهي با سبحانه وتعالى وكالمين أيه أرنك أفراد كم يدمي لها شوكتين تعبادات كي يخيركو وأن ذلك السبب للنجاة في الشدائد
qofka bani aadamka ee adduunyada intuu joogo xaalado adag baa soo mara iyo dhibaatooyin culays iyo xanuujiya. Qofka cibaadaadka iyo khayrka iyo daacada joogteeya dhibaatooyinka iyo xaaladaha si adag inuu ka badbaado ayaa khayrkii uu joogteeyey sabab uu noqdaa. ilaahay wuxuu inaga warramay nabiyullaahi yuunus qoomkiisii baa dacwadiisii ajiibi waayey uu ka cadhooda uu ka tegey doon buu ka raacay meeshii ay deganaayeen. ilaahay baa subxaanahu watacaalaa biqudratihi wa xikmatihi qadaray doontaasi in laga tuuro oo nibiri afkii u galo oo nibirigaasi badda ula quuso oo mugdiyo kala sarreeya uu hoos maro, mugdigii habeenka, kii badda, kii caloosha nibiriga. Waa xaalad aad iyo aad u adag. qofka galay qalbigiisu aanu ilaahay aad ugu xidhnaynina uu rajo go'aayo oo inuu halaagsamay oo u dhammaatay uu yaqiinsanayo. ilaahay wuxuu ka warramay nabiyullaahi yuunus waxa inuu xaaladdaas sidaa u adag ka badbaado sabab u noqday. waa rabbi wuuri falowla annahu kaana min almusabbixiin lalabitha fii batnihi ilaa yowmi yubcathuun. camal horo wanaagsan oo uu samayn jiray oo uu joogteyn jiray baa jiray. kaana kahiira atasbiix, ilaahay buu in badan xusi jiray oo uu hufi jiruu nasihi jiray oo xumaan iyo ceeb iyo nuqsaan oo dhan inuu ka hufan yahay oo uu ka dheer yahay uu sheegi jiray. kaana yukthiru min qowlihi subxaana allah, subxaana allah iyo ereyada la midkaa buu fara badin jiray. cibaadadaasi uu joogteyn jiray maxay sabab u noqotay xaaladda sidaa u adag inuu ka soo badbaado? haddaanay taasi jiri lahayn buu ilaahay subxaana watacaala halkaasuu ku jiri lahaa uu ku abaadi lahaa ilaa qiyaamuhu uu dhacayo, dabeetana halkaa laga soo saaro sidaa dadkaba xabaalaha looga soo saaro. nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam talo qaaliya buu na siiyey, taladaasi oo ah wakhti kasta, xaalad kasta, meel kastoo aynu joogno inaynu ilaahay amarkiisa ilaalino iyo sharcigiisa iyo diintiisa waa addoomo ilaahay u toosan oo ka amar qaata aynu noqono. waxaana inoo sheegay taa natiijadeedu inay noqonayso inuu ilaahay innagana ina ilaaliyo oo masaa'ibtii iyo dhibaatooyinka inaga ilaaliyo. mara koowaad ilaahay inuu diinteenna inoo ilaaliyo, ilaahay inuu nafaheenna inoo ilaaliyo, maalkeenna iyo ubadkeenna ilaahay inuu inoo ilaaliyo. ixfad illaaha yaxfadka, ixfad illaaha tajiduhu tujaahak. ilaahay diintiisa iyo amarkiisa ilaali, joogtee ilaahay wuxuu ku abuuray uu kuu diray ilaahay baa ku ilaalin doona subxaana watacaala. mar allaaliyo markaad aad baahato gurmadka ilaahay oo degdega baad heli doontaa. riwaayadda axmed, tacaraf ila allaahi fi rakhaa yacrifka fi shidda. markaad ladantaad barwaaqaysantay, xoogaa tahay, caafimaad qabto, noloshana adduunya sida adigu isleedahay isugu kaa toosan tahay, ilaahayay ku ilowsiina xaaladda ilaahay si dhaba u aqoonso, garasho ay ka dhalato ilaahay inaad u khuduucdo amarkiisa qaadato, ilaahay garo xaaladdu maray kugu adkaato ayaa ilaahay uu kuu gargaari doonaa. arrinka shanaad ee ka mid a midhaha joogteynta cibaadaadka iyo khayrka iyo wanaagu waa thubuutu lajri cinda alcajz. qofku bani aadamki adduunyada intuu joogo xaalad qura kuma sugnaado, xaaladiisu way isbedbedelaan. maanta waad caafimaad qabtaa, berrina waad xanuunsanaysaa. maanta waad nagidahay oo gurigaagiiyo baradaadii baad joogtaa, berrina safar baad tahay. maanta xoog baad leedahay, berrina mid taag darreeyey baad tahay. maanta dhalinyar baad tahay, berrina mid gaboobay baad tahay. maanta xoolaad haysataa, berrina faqiir gacan madhan baad tahay. intaaba cagsigeed iyo kasoo horjeedkooduna way dhacaan. addoonku marka uu ladan yahay cibaadaadka iyo wanaagga uu sameeyo, marka uu ka taag darreeyo isagoo niyaysan samayntooda inuu sameeyana jecel, isagoon samayn baa ajarkoodii loo qoraa. waxaa bukhaari uu ku wariyey saxiixiisa can abi muusa alashcari radia allahu canh inuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam idaa marida alcabdu aw saafar kutiba lahu maa kaana yacmalu muqiiman saxiixa. addoonku haddii uu xanuunsado ama uu safro ou socdaalo waxaa loo qoraa ajarka cibaadaadku samayn jiray markuu caafimaadka qabay. laakiin maanta xanuunku uu ka hor istaagay
isagoo niyeysan inuu sameeyo waxa u suurtageli waayey cibaadada samaynteeda xanuunka amaba se safarku uu ka hor istaagay joogtaynta cibaadada ayaa midhaha noocaasi ay ka dhasheen cibaado aanu qofku hadda samaynayn haddana ajirkeedii loo qoro abu daawuud iyo nasaayina waxay wariyeen can caaisha radiallahu canha inuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam maa min imriin takuunu lahu salaatun billeyl ma jiro qof salaatuleylka tukada caadadiisu ay tahay inuu salaatuleyl tukado faghalabahu calayha noom oo dabeetana ay dhacdo habeenada qaarkood inay hurda ka xoog roonaato salaatuleylkaa sidaa ku dhaafto ilaa kataba allaahu lahu ajra salaatihi wa kaana nawmuhu sadaqa cibaadada uu joogteyn jiray ee haddaanay hurdadu la tegi lahaydna uu samayn lahaaba waa loo qoraa salaaddu tukan jiray ajarkeedaa loo qoraa joogtayntiisii hore ayaa sababtaa u noqotay hurdadiisaasina waxay noqotaa sadaqadii ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sadaqadaystay ilaahay baynu subxaana wa tacaala weydiisanaynaa an yuciinana calaa dikrihi wa shukrihi wa xusni cibaadatii aquulu qowli hada wastakfiru allaha liya walakum alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala aalimiin ayuha almuslimuuna cibaad allah midhaha lixaad ee laga helo joogtaynta daacaadka iyo cibaadaadka wa xusnu lkhaatima waa addoonka khaatumadu inay u hagaagto oo noloshiisana adduunyo waa shakila-aan inay maalin dhammaan doonto in maalinta noloshiisu ay dhammaanayso ay dhammaato isagoo ku sugan oo samaynaya camal wanaagsan iyo xaalada ilaahay raalli uu ka yahay oo yowm alqiyaama marka lagu soo saaro uu ku farxo waayo rasuulku wuxuu ihi yubcathu lmaru calaa maa maata calayh qof walba waxaa la soo saarayaa markuu dhintay siduu ahaa iyo wuxuu samaynayay isagoo samaynaya la soo saaraya dadka qaarkood noloshoodu waxay ku khatimantaa ay ku gebagabowdaa camal wanaagsan oo ilaahay uu jecel yahay oo marka yowm alqiyaama ilaahay lagu horgeeya ay ku farxaan qaarkoodna noloshooda adduunya waxay ku dhammaataa ay ku gebagabowdaan camal xun oo ilaahay ka cadhaysiinaya oo rabbi marka yowm alqiyaama lagu horgeeyo addoonku aad iyo aad uuga murugoodo nihaayadu way imanaysaa oo noloshan adduunya maalin bay gebagaboobaysaa qofka caqliga lihi waa qofka ku dadaala in nolosha nihaayadeed iyo gebagabadeedu ay noqoto mid fiican oo maalinka ilaahay la horgeeyo uu ku farxo waayo sida rasuulku yihi inama alacmaalu bilkhawaatiim camallada dadka khaatimada ayaa loo eegaya waxaana shaki la-aana qofka shay joogteeya sida qaalibkaa noloshiisa ka ayaa lagu khatimaa waayo shaygaas ayaa qalbigiisu uu la qabsadaa shayga wanaagsan ee uu joogteyn jiray ayuu qalbigiisu la qabsadaa marka nafta laga qaadayana shaygii ayuu qofku ku hadlaa ama uu isku dayaa oo naftiisa uu ku kallifaa inuu sameeyo abu maxamed alishbiili wuxuu yidhi iclam anna su'aal khaatimati laa takuunu ilaa anna xusna alkhaatimati laa takuunu ilaa liman istaqaama daahiruhu wa saluxa baatinuhu waxaad ogaataa buu yidhi waclam anna su'aal khaatima khaatima xumadu laa takuunu liman istaqaama daahiruhu wa saluxa baatinuhu khaatimadu kama xumaato qof camal wanaagsan oo muuqda samaynaya qalbigiisuna uu wanaagsan yahay oo towxiid iyo ikhlaas taqwo iyo alaka cabsi maxabo iyo jacayl ilaahay u hayo weynayn iyo xishood qalbigiisa uu ka buuxo khaatimadu kaa weligii kama xumaato qof dushiisuna ay khayr tahay qalbigiisuna uu wanaagsan yahay maa sumica bihaada walaa culima bihi taa weligeedna lama maqal lamana ogaan buu yidhi khaatumadu yay ka xumaataa qof qalbiga ay xumaan u fadhido shirki iyo nifaaq iyo xumaan iyo shar jacayl qalbigiisa uu ku jiro qof xumaan muuqata samaynaya hadduu doonaya dadka ha ka qarsadabee axad ka mid a culimmadii islaamka ayaa waxaa loo sheegay nin naftu ay ka sii baxayso oo lagu yidhi qul laa ilaaha ila allah faqaala ana kaafirun biha war laa ilaaha ila allah dhe baa la yidhi
ركصوا وشجع لا إله إلا الله بينك كفري وعبد العزيز ابن أبي الرواد وحروا بلنك أو كور قالوا بحوس من شري ركص الله يري كان مدمن خمر مد خمر قاعد يستيبوها وخمر قاعبه فقال احذروا المعاصي فإنها هي التي أوقعت والمعاصي ذا سكيل عليها منك أدرك إنسان لا إله إلا الله ديدي يضر نفطه يكجر ما يصه وحماشا حندي جاي خاتمات وين كحما تصببي ومعاصي ذوي ابن القيم رحمه الله تعالى وحوري كيف يوفق لحسن الخاتمة من أغفل الله قلبه عن ذكره سيد الله وافتشنا يا خاتمة ولاكسن مد إلهي سبحانه وتعالى قلبي جيس وكتشادي حسك إلهي عبادته واتبع أهواه وكان أمره فرطا والنفتي الصيد تعشاي الشرع إلهي خلاف صن الراعي فبعيد من قلبه بعيد من الله غافل عنه متعبد لهواه أسير لشهواته واللسان يابس من ذكره وجوارحه معطلة من طاعته مشتغلة بمعصيته أن يوفق للخاتمة الحسنى وحياته فقبو يرون الله فلان كريم من قلب يقيسه إلهي وكفق ياهي إلهي وموقي ياهي وكسي تشيدو هو دي سادون ونغضي محبوس وشهوات كيسي وحي نفتي سمعان سنيسو عرب كيسو وكقل لي يحسك إلهي حبنيس وهي كحرينيهين طاعاتك أيكون مشغول سيهين إلهي عاسيتان كيسا وارين الله فلان كارين كاسو كلا إن خاتمة إلهي سبحانه وتعالى ووناتشيو ولهذا ددك وناكسنا آدي آد بيقبق تيران سوء الخاتمة سفيان رحمه الله تعالى أيام آلين آدو أوي بكسالة لله يرم حد لويسا وحر الدنبية دو قولة كوي مايو لكن وحان كوي وحي السببان وأسؤول خاتمة خاتمة حمضة قال ابن القيم رحمه الله ولقد قطع خوف سوء الخاتمة ظهور المتقين تدك إلهي كبق سبحانه وتعالى قلب قود إلهي كحرن يهي وحد بردود عليسية يوتشري بقاها يكبقان أيان إني خاتمة كحماته مدون سيا عبد الله خاتمة من يكوها قاكتو مسلم إلهي وهو قانسان مروى الباهو شوكتي عباداتك خير كأي وناقة تاسا صابو نقونا سيلاهين وكوة ناتيو خلد يقف مركو كادعو سيدخسا ودقدقا وطوبت كينو إلهي وصنقو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون إلهي وحر إلهي سيدبا وقبقا إذنكو إلهي وهو قانسان موياني هدي منينا معانو هو محي حالد والب إلهي وهو قانسان هذا سيأي قيردو إذنكو تمادو إذنكو إلهي وهو قانسان سيدانا خاتمة دين وايكوها قاكتو نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولجميع المسلمين حسن الخاتمة ونعوذ بالله من سوء الخاتمة اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.